أغلب الإدارات اللي رسلناها إلى حد الآن استجابت، ما عدا المحكمة العسكرية اللي أنا استغربت كيفاش يعني قضاة يجيوا ما يقراوش القانون ويجيوا يقولوا احنا رانا رفضنا باش نمدوا الهيئه بملفات القضاء العسكري اللي هي في عهدتها على خاطر الملفات جاريه. القانون صريح يقول لك فصل 39 نساج من قالك مدام نقطه بركه بسرعه على الراي العام يحب يعرف القضاة اللي ما قراوش المصيبه كي قاضي ما يقراش. الفصل 39 يقول العفو 39 هو تتولى الهيئة المهام التالية سمحني ولا 40 خلينا نمشي ل 40 لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية ثم جي 15 قبل ومن بعد مطالبة السلطة القضائية والإدارية والهيئات العمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي مدها بالوثائق والمعلومات التي بحوزتها الاطلاع على القضايا المنشورة أمام هيئات القضائية. يعني المنشورة يزمك تمدها لي، يجي يقول منشورة من مدها لكش خويا عاود أقرأ قانون راو قانون. إذن احنا يؤسفنا اللي تو احنا ما حاولناش باش نشهروا بهم نقولوا راهم ما مدولناش خاطر ساعات يصير حوار ما يفهموش نتراجعوا نعملوا لهم مراسله اخرى نمشيو نحكيوا معاهم وساعات يعني على اثر هالحوار نتحصلوا على الوثائق اللي احنا حاشنا بها ونقول معناها جزء هام من طلباتنا قاعدين يلبوا فيهم الادارات. لكن وقت يجي وقت يجي محكمه ونطق رسمي باسم محكمه عسكريه يجي يقول رانا ما مديناش ويتوجه انه ما مدش انه خرق القانون نقولوا مؤسسة العسكرية هناك من يرى عندها هيبتها مش مؤسسة العسكرية المحكمة خاطر المحكمة راهو جزء مش مؤسسة مؤسسة احنا عندنا تعامل. شنو السبب حسب رأيك؟ أنا في رأيي ما قراوش القانون خاطر كان قراو ما يعملهاش معناها خطأ يعني خطأ مهني وخطأ قانوني معناها ما يصيرش. احنا نعرفوا اللي باش يجي وباش يمدوه عندنا يقين وباش يجيبوهم الملفات ولكن ما جابوهمش. لا ما ينجموش خاطر شوف مهما عملنا رانا دار بغات فيغ معناتها بيناتكم. لا مش بغات فيغ لا احنا نعرفوا اللي باش نعملوا جلسه مع المسؤول الاول ونعرفوا اللي باش يمد لنا على خاطر هكاك تصير راهو ساعات مثلا نتوجهوا الى خاطر هو يقول لك للهيئات القضائيه اللي تعالج يعني تمشي طول المحكمه اذا كانها ابتدائيه تمشي لرئيس المحكمه الابتدائيه اذا كانها في الاستئناف تمشي لرئيس الاستئناف وتطلبوا مباشره له هما يعني أنا عندي يقين بعد ما تصير جلسة عمل معاهم باش يقتنعوا اللي هما غالطين وباش يمدوهم. علاش أنا أثرتها؟ خاطر هما أثروها أنا ما كنتش نثيرها أصلا لأنه طبيعي أنه من الأول ما يمدوش صارت لنا راهو وبعد كيف نجلسوا معاهم ونحكيوا يقتنعوا ويمدونا قاعدين يمدونا. اليوم العشية كنا في المحكمة وفضينا كذا ملف ومدوهم لنا وبارك الله فيهم خاطر راهم قضاة كيف توريه القانون يقتنع خاطر هذيك خدمته تطبيق القانون ما عندوش باش يتفقها في القانون ما عندوش باش يقول هذايا نطبقوا هذايا ما نطبقوش مش على كيفه.